بتتردد كتير وخايف تاخد قرار، كل ما تقوم تخلص حاجة عليك تلاقي نفسك ماسك تليفونك أو بتدور على أي حاجة، المهم ما تعملش الحاجة اللي أنت المفروض تعملها. يبقى أهلا بيك يا صديقي في عالم التسويف. في الفيديو ده بقى هنعرف يعني إيه تسويف، وإيه أصلا الحاجات اللي ممكن تخليني أسوف، وإزاي أقدر أتعالج من عادة التسويف اللي بتضيع عليا حاجات كتير جدا المفروض أصلا اللي أنا أعملها. هات فنجان القهوة يلا بينا نصلي على النبي، وبسم الله الرحمن الرحيم. ساعات كتير بتكون عايز تاخد قرار مهم في حياتك بس للأسف مش عارف تاخده، وعمال تأجل 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 بدون سبب. وفي ناس تانية بقى بتكون وراها شغل ومذاكرة المفروض تعملها، وبتكون محتاجة دجال يفك العمل ده عشان تقدر تقوم تعمل الحاجة دي. وطبعا في حاجات المفروض بتكون بتعملها، حاجات تخص مستقبلك زي دورات زي كورسات زي حاجات كتير، وعمالة تماطل 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 وللأسف ما بتبقاش عايز تاخد أي خطوة. كل اللي أنا حكيته دوت هو عبارة عن صور كتير من صور التسويف، وكل واحد والتسويف بتاعه. طبعا من كل الصور اللي انا قلتها ديت اقدر اقول ان التسويف هو عبارة عن تأجيل لقرارات مهمة او اعمال المفروض تقوم بيها بس للأسف انت ما بتعملهاش. بس طبعا كل الحاجات دي بيبقى كلها اسباب، اكيد الواحد مش بينزل من بطن امه يعني بيعرف يسوف. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. كل حاجة وليها سبب. من اكتر الاسباب اللي خلت التسويف بقى عادة بالنسبة لنا في حياتنا وبقينا عايشين بيه كده على طول، انك تكون مثلا خايف من الفشل من قرار انت هتاخده. والخوف ده طبعا بيجيلك لما بتكون انت حاطط في دماغك ان ممكن حاجة سلبية تحصل نتيجة القرار ده، او انك تكون اصلا مش مستعد للقرار سواء بشكل عاطفي او بشكل نفسي. وطبعا احسن حاجة تعملها في الوقت دوت انك انت بتأجل، او انك انت اصلا تكون بتحب التأجيل وبتستمتع بيه، من الاخر بتحب الانتخة. وكل ما يكون عندك حوار او قرار المفروض تعمله تقول يا عم بلاش وجع دماغ، وتقعد تقول لنفسك انا لسه هعمل بقى ولسه هسوي ولسه هفكر، فطبعا بتأجل القرار. او انك تكون مش واثق في نفسك ولا في قدراتك الشخصيه ولا العقليه. طبعا قله الثقه ديت كفيله انك تخليك تاجل اي حاجه انت المفروض تعملها، او ان يكون هدفك اصلا مش واضح من البدايه. وطبعا ده اكيد هيخلي الخطوات اللي انت المفروض هتمشي عليها عشان تحقق الهدف ده برضه مش واضحه، وده برضه هيخليك تاجل اي قرار. او انك تكون بتفكر كتير جدا بشكل مفرط، وطبعا حيز التفكير دوت هيخليك قاعد في مكانك وبرضه مش هتعمل اي حاجه. او انك تكون مش مخطط لحياتك بشكل كويس، مش منظم لحياتك انت المفروض هتعمل ايه، يعني مثلا هتخش الكليه ولا مش هتخش الكليه، هتدرس في المعهد ولا مش هتدرس في المعهد، هتاخد كورس مش هتاخد كورس، وهكذا. حياتك من الاخر هتكون ماشيه بشكل عشوائي. طيب كويس قوي، كل الحاجات دي تقريبا انا بعملها، هتعالج ازاي بقى حاليا؟ يعني طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. والله علاج عادة زي التسويف محتاج شوية حاجات المفروض تعملها أو تتعود عليها عشان تقدر تتعالج من عادة التسويف دي بشكل سهل وبسيط. في البداية يا سيدي لازم تكون محدد الهدف بتاعك بشكل واضح، ويكون هدفك طول الوقت قدامك، وتكتب الحاجات اللي المفروض تعملها عشان تبقى عارف انت هتمشي ازاي. ثانيا بقى لازم تقسم الحاجة اللي انت المفروض تعملها لحاجات صغيرة، تبدأ تخلص حاجة حاجة صغيرة. يعني مثلا يا ستي لو انت هتروقي البيت بتاعك أو الشقة بتاعتك وبصيتي للشقة لقيتيها كده تضرب تقلب، هتقعدي تصوتي وترقعي بالصوت لحد ما كل الجيران تتلم عليكي، لان انت كل الوقت بتقولي لنفسك انا هروق كل ده ازاي وهعمل كل ده ازاي. وطبعا ده كفيل انك تخليكي لا تروقي ولا تعملي اي حاجه. انت لو قسمتي الحاجه الكبيره ديت لحاجات صغيره، يعني مثلا بداتي باوضه اوضه او حته حته صغيره في الشقه، هتلاقي الشقه بتاعتي خلصت وبقت زي الفل، بتهيألي كده وضحت. تالت حاجه بقى يا سيدي لازم تحدد ميعاد نهائي للقرار بتاعك اللي انت هتاخده او الحاجه اللي انت المفروض تعملها. ما تسيبش الموضوع كده قايم، وطول ما كده كده الموضوع هيخلص هيخلص. رابع حاجة بقى يا سيدي بطل تفكر بشكل سلبي، مش كل المفروض ما هتاخد قرار في حياتك أو حاجة المفروض تعملها تقعد طول الوقت تفكر بشكل سلبي، أنا مش هقدر، أنا مش هعرف، أنا الموضوع ده مش عارف هيمشي معايا إزاي، أنا هضيع، أنا هتنيل، كل الكلام دوت هيوقفك أكتر ما أنت واقف وبتنيل على عينك. فأنت خد الكويس في الموضوع وفكر فيه بشكل إيجابي، وصدقني لو فكرت في أي موضوع بشكل إيجابي كل حاجة في حياتك هتتغير. خامس حاجة بقى يا سيدي ابدأ بالحاجات البسيطة الأول. لو هنفترض مثلا ان حضرتك عندك مذاكره المفروض تخلصها، فشيء طبيعي انك انت تبدا بالشيء السهل الاول، ومن الشيء السهل للاصعب شويه للاصعب شويه بالتدريج لحد ما تبدا تلم المنهج كله. لكن لو بداته بالصعب تاكد انك مش هتعمل حاجه وهتقفل الماده وهتقفل من حياتك كلها. سادس حاجه بقى، لما تعمل اي انجاز في حياتك لازم تعمل لنفسك مكافاه، وده نوع كده يعني زي ما بيقولوا انك انت بتروق على حالك. يعني مثلا لو انت مثلا ناوي ان انت مثلا تقرا حته في كتاب، انت تقول مثلا لو انا قريتها هقعد اعمل لي كوبايه نسكافيه، لو انا مثلا المفروض اللي انا مثلا عندي مذاكره فانا بعد ما اخلص المذاكره ديت انزل العب مثلا ساعه بلاي ستيشن مع اصحابي، وهكذا. نوع من انواع التحفيز بالنفس صدقني هيفرق معاك جدا.
اخيرا بقى يا سيدي، لازم تخطط لليوم بتاعك بشكل كويس جدا، واي حاجه المفروض تعملها في اليوم بتاعك لازم تحطها في جدول وتلتزم بيه. صدقني ده هيخليك تفرق معاك جدا في عاده سيئه جدا اسمها التسويف، لان باختصار انت لو حطيت كل الحاجات اللي المفروض تعملها في جدول فانت بتكون هيأت مخك لليوم اللي بعده انا المفروض هعمل ايه، وبالتالي طول الوقت هتلاقي مخك بيلح على الحاجات اللي انت المفروض تعملها او المفروض تنجزها في اليوم ده. كده الفيديو النهارده خلص، مش هطول عليك اكتر من كده. اتكلمنا عن عاده سيئه جدا اسمها التسويف، عطلت ناس كتير في حياتها واولهم انا. اتكلمنا عن صور واشكال كتير للتسويف ازاي اقدر اتعالج منها بكل سهوله ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك. انا محمد السيد، السلام عليكم.